ما في شرف شرف الله عز وجل به عباده، مثل أن سمى بهم إلى أن أجعلهم أهلا لخطابه. كل واحد منكم يفكر مين أنا لحتى ربي عز وجل يخاطبني؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني تصور إنه ربي عز وجل مالك الكون، مالك الملك كله سمى بك وجعلك نجيه، جعلك المخاطب له. طيب أليس من اللؤم بمكان أن نعرض عن هذا الخطاب؟ مو هيك مضبوط ولا لا؟ رسالة وصلتني من مولاي ربي، طيب أعرض عنها اتركها هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه، ونحن ما زلنا بصدد تفسير وتحليل نص في المبادئ والأحكام الشرعية، أخذناه من سورة الإسراء، وهو يبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. لعلنا وصلنا إلى أول قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا، إلى آخر الآيات. لعل هذا المبدأ الذي وصلنا إليه هو المبدأ الخامس من المبادئ الإنسانية التي يوصي مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى باتباعها وتنفيذها. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لعلكم تعلمون أن بعض القبائل في العصر الجاهلي كان من عاداتها وأد المولود إذا جاء أنثى خوفا من العار، مبالغة في العناية بالعرض وما إلى ذلك، وكل شيء زاد عن حده آل إلى النقصان كما تعلمون. وكان هنالك بعض القبائل، نعم، تئد الأطفال خوفا من الفقر، وهم يعتبرون الفقر الذي قد يتحكم بالأسرة ربما كان ملجئا إلى نوع من العار. فكان في هذه القبائل من، نعم، يؤثر، نعم، وأد أولاده ذكورا أو إناثا، لكن لا من أجل العار، وإنما خوفا من الفقر. هذا بعض القبائل العربية.
وبالمناسبة أحب أن أقول أن سيدنا عمر بريء مما ينسب إليه أنه في الجاهلية وأدى ابنة له، شائعة تنتشر في كثير من الأوساط أن سيدنا عمر فعل هذا. لا، لم يثبت شيء من ذلك قط. نعم، لكن هنالك قبائل عربية كانت تلجأ إلى هذا، إما لخوف العار أو خوفا من الفقر. فالباري سبحانه وتعالى امتلخ فيما امتلخ من العادات الجاهلية التي كانت منتشرة وموجودة ومتوارثة عند العرب، امتلخ هذه العادة أيضا، نعم، وقضى عليها وحذرا من الاستمرار في اتباعها. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الإملاق، ما المراد بكلمة الإملاق؟ الأصل الكلمة يقال فلان أملق، يعني إذا التصقت يده بحجارة ملساء ليس فوقها شيء لا من الغبار ولا من الأتربة، نعم، يعني لا يتمسك عليها شيء. لو أنك أردت أن تتيمم على مذهب الإمام الشافعي، لا يعني يصح التيمم لأنه ما في غبار ولا في تراب ولا في شيء نهائيا. هذه الحجارة الملساء التي من هذا النوع تسمى الملقات. فإذا زيد من الناس وضع يده فلم تقع إلا على هذه الحجارة، يقال إن فلان من الناس أملق. ثم أصبحت هذه الكلمة كناية عن الفقر، يعني لم تعد تقع يده على شيء من المال، لا على درهم ولا على دينار. إن وقعت على شيء فإنما تقع على هذه الحجارة، كناية عن الفقر. فربنا عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني تحسبا لفقر قادم تتوهمونه. خشية إملاق، يعني تحسبا لفقر قادم تتوهمونه، فتحاولون أن تفروا منه وأن تنجوا أولادكم منه بالقتل بالوأد. لا، لا تفعلوا ذلك، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثم ماذا قال؟ نحن نرزقهم وإياكم. لاحظوا أنه بيان الباري سبحانه وتعالى دقيق جدا. تكفل برزق الأولاد قبل أن يتكفل برزق أبويهم، فقال نحن نرزقهم ثم قال وإياكم. قدم ضمير هؤلاء الأولاد الذين يتعرضون للقتل، يعني للوأد، بهذا السبب. طيب لماذا يعني قدم ضمير الأولاد وأعلن لهم أنهم مكفيون قبلكم؟ لماذا؟ لأن الباري عز وجل يصور لنا أن هؤلاء الذين يتجهون إلى هذا العمل، الفقر غير موجود لكنهم يتحسبونه قادما، يتحسبون له حسابات ويتوهمون ويتخيلون أن الفقر ربما يأتي، ومن ثم نعم ربما لا يكون لهؤلاء الأطفال رزق، ومن ثم قد يلجئهم الفقر إلى نوع من العار، نعم، فليفروا من هذا العار بأولادهم إلى الوأد. الباري عز وجل يقول أنتم ترزقون أولادكم، هم مرزقون قبلكم. يعني معنى كلام هؤلاء أن رزق هؤلاء الآباء، معنى كلامهم أو تصرفهم، أن رزق الأولاد متوقف على الآباء، فإذا لم يتأتى للآباء أن ينفقوا على أولادهم ماتوا جوعا، وربما تعرضوا لبعض العار. نعم،
فالباري عز وجل يقول: أنتم لا تستطيعون أن تفيدوا أولادكم شيئا. الباري عز وجل تكفل برزقهم قبل أن يتكفل برزقكم أنتم. روحوا ابحثوا عن حالكم قبل ما تبحثوا عن أولادكم. من أجل هذا، نعم، الباري عز وجل تكفل برزق الأولاد قبل أن يتكفل برزق من يهتمون بشأنهم، فقال: نحن نرزقهم وإياكم. ثم قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لكن لاحظوا، هذا الكلام كرر في سورة أخرى، أظن في سورة الأنعام، لكن بطريقة أخرى. يقول الباري عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هنالك قال: نحن نرزقكم وإياهم. في سورة الأنعام يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هنا لا، سبب القتل ليس تحسبا لفقر قادم، وإنما هو بسبب فقر موجود. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بسبب الفقر الذي هيمن عليكم وعض عليكم. نعم تفعلون هذا، لا 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 لا، هنا ما في داعي يقول نحن نرزقهم قبل منكم، لأنه الآباء موقفهم ليس موقف الضامن والكفيل برزق الأولاد، ومن أجل هذا يحاولون أن يئدوهم ويقتلوهم، وإنما هو الفقر الذي، نعم، جاء رأسا إلى الآباء والأولاد معا. فالباري عز وجل هنا طمأن الكل، طمأن الآباء وطمأن الأبناء، فقال: نحن نرزقكم وإياهم. نعم، كلام الباري عز وجل، البيان الباري دقيق جدا جدا، لكن الأمر يحتاج إلى من يتبصر ويتدبر. وهذا جانب بسيط من الجوانب التي تنبئ عن أن هذا الكلام لا يتأتى للإنسان أن يصوغه بهذه الدقة. الإنسان يعني لا يستطيع أن يصوغ كلامه بهذه الدقة البالغة إطلاقا. يعني ورحم الله الجاحظ أو غيره الذي قال: ما من إنسان يصوغ كلاما إلا ويقول في اليوم الثاني: ليتني، نعم، غيرت وبدلت، ليتني وضعت هذه الجملة محل هذه الجملة، ووضعت هذه الكلمة محل هذه الكلمة. وإذا نسق وصحح عاد في اليوم الذي يليه أيضا، لأنه الإنسان يتجه إلى الكمال ولا يتأتى له أن يصل إلى ذروة الكمال، لأنه مجبول على النقص. أما بيان الله عز وجل فمبرأ عن هذا. طيب، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. يعني طيب، الباري قال خشية إملاق، ممكن لبعض المتفلسفين أن يقولوا: طيب هون في مفهوم مخالف، لا تقتلوا أولادكم إذا كان سبب القتل الخوف من الفقر، يعني أما إذا كان القتل خوف من العار، يعني جاءته بنت فأراد أن يئدها خوفا من العار، كأنه إذن لا مانع. وهو يحاول أن يعني يستخرج هذا المعنى من المفهوم المخالف للآية. ربما قال قائل هذا الكلام: هذا الفهم صحيح؟ نعم، الكلام الذي قلته أظن واضح. يعني ربما قال قائل: الباري عز وجل يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إن كان سبب الوأد الخوف من الفقر ما كنت تفعلوا ذلك. كأنه يقول: أما إذا كان وأدكم لهن خوفا من العار، كأنه يقول فلكم ذنب، معاذ الله. لا، هذا مثل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ما المعنى ذلك؟ إذا لم ترد البنت تحصنا لا بأس أن نعيدها على البغاء؟ لا، ليس كذلك، لكن القيد هنا: إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، تصوير لبشاعة ما يفعله، نعم، أصحاب هؤلاء الرقيقات. كان في رق آنذاك،
نعم، يدفعها سيدها إلى البغاء. فباري يصور لنا بشاعة هذا العمل من سيدها، هي تريد أن تتحصن وتريد العفة، أما سيدها فمن أجل شيء من المال يزجها في البغاء. هو تصوير لبشاعة العمل الذي كان يقدمه عليه هؤلاء. هنا أيضا كذلك، إذا كان الولد خوفا من الفقر محرم وجريمة كبيرة، فلأن يكون قتل البنت خوفا من العار جريمة أكبر. نعم، فهذا من باب أولى، الحرمة واحدة. نعم، ليس هنا مفهوم مخالف بشكل من الأشكال. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. في فرق كبير في اللغة بين خطأ وخطأ. عندما نقول خطأ نقول فلان أخطأ، يخطئ خطأ، يعني وقع في زلة لكن بدون قصد، قال كلاما أخطأ فيه، يعني هو لم يريد الخطأ، هو يريد أن يقول كلاما صحيحا سليما، لكن القدرة خانته فلم يستطع أن يقول الكلام السليم الذي كان يريد أن يقوله. نعم، زل لسانه ووقع في شيء لم يكن يريد أن يقع فيه، هذا يسمى خطأ، وهذا معفو عنه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ عبارة عن الجريمة، أن ينحرف الإنسان بقصد وهو يعلم أنه قد انحرف. نعم، إذن فرق كبير بين الخطأ والخطأ. ولذلك يقول الباري سبحانه وتعالى إن قتلهم هؤلاء الأولاد كان خطأ كبيرا. نعم، يعني كان جريمة كبيرة يعاقب عليها الباري سبحانه وتعالى. والباري عز وجل هدد وتوعد في أماكن أخرى من مثل قوله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم، هذه عادة من العادات التي كانت منتشرة عند العرب في الجاهلية، ثم إن الإسلام طهر تلك المجتمعات منها، عادة من العادات الكثيرة. نعم، ودأب الذين يعني يريدون أن يعتزوا بتراث ما يسمى القومية العربية، يخفون هذه العيوب، يخفون هذه الأمور التي يندى لها الجبين، هي كثيرة في الواقع، لكن لا داعي. نعم، ينبغي أن نتذكر نعم أخطاء أجدادنا وآبائنا قبل أن يكرمهم الله عز وجل بالإسلام، لنتذكر نعمة الله، لنتذكر فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نعم، بالباري عز وجل يقول وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لماذا كان العرب على شفا حفرة من النار؟ للمبادل، للسوء، نعم، لعادات جاهلية سيئة عفنة. نعم، لكن الإسلام جاء فهذب هؤلاء الناس أيما تهذيب، وسمى بهم إلى الأوج الحضاري، وأعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدميه موضوع. نعم، فهذا شيء ينبغي أن نعلمه، وينبغي أن نعلم أن الأمة العربية إنما صاغها الإسلام، ولولا الإسلام لما كان للأمة العربية ذكر على لسان، ولما اختطت مؤرخون حديثا للأمة العربية في كتاب. يقينا لولا أن الإسلام نعم أنقذها وسمى بها صعدا لتبددت العربية كالبخار الذي يتبدد ثم يذهب. نعم، لأنه العرب كانوا عبارة عن 12 قبيلة،
وما كادت القبيلة الواحدة تفقه حديث القبيلة الثانية، يعني كانت اللهجات التي تسمى عربية تتباعد بعضها عن بعض وتزداد تباعدا، حتى إن الهذلي يسمع كلام الحضرمي فلا يفقه منه شيئا. وكانت تأتي في وفود من العرب إلى رسول الله فيكلمون رسول الله بما لا يفقهون، بما لا يفقهون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي، كان يفقه كلامه. نعم، لكن جاء الإسلام فوحد هذه القبائل وظفرها بعضها ببعض وفجر منها قبيلة واحدة، وإذا بشيء اسم الأمة العربية، كلمة الأمة، أمة إنما نبعت من مهد الإسلام، ولولا الإسلام لما وجدت في تاريخ العرب كلمة أمة. نعم، ومتى في أي يوم ولدت هذه الكلمة؟ عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام واستقر في المدينة واكتتب الوثيقة المعروفة التي نسميها اليوم دستور، أول بند منها يقول: المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون سائر الناس. أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولادة الأمة. المسلمون من يثرب، يثرب مدينة، ومن تبعهم فلحق بهم من كل الأقطار أمة واحدة. قبل منها كلمة أمة مو موجودة، نوب نوب، قبائل في بطون، في عشائر، في أفخاذ، في كل هذا كان موجود، وكانت هذه البطون والقبائل والأفخاذ تتعادى وتتصارع كما تعلمون. ثم ننتقل إلى المبدأ السادس: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا المبدأ من الأهمية بمكان، هذا المبدأ مهم جدا 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 بالنسبة للأسرة، وهذا الذي أمر الله عز وجل به، أو هذا الشيء الذي نهى الله عز وجل منه، هو حزام وسياج مهم جدا لحماية الأسرة. نعم، لاحظوا دقة البيان الإلهي، يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. المبادئ الخمسة التي ذكرناها ما في ولا تقربوا أبدا، وإنما في الأمور المنهية نهي عنها مباشرة، وفي الأمور الإيجابية أمر بها مباشرة، ما في شيء اسمه لا تقربوا. حتى إذا جاء ميقات الحديث عن الفاحشة عن الزنا، جاء البيان الإلهي يستعمل كلمة لا تقربوا. البيان بنقول جاء البيان الإلهي يستعمل، ما بنقول الإلهي يستعمل، ما بنقول، لكن البيان الإلهي نعم قال ولا تقربوا الزنا. طيب لماذا لم يقل ولا ترتكبوا الزنا؟ ليوضح لنا البيان الإلهي أن هنالك حما حول هذه الفاحشة، إذا وصل الإنسان إليها دخلها هيهات أن يستطيع رجوعا، لابد عندئذ لهذه المقدمات التي تكون داخل الحما أن تجذبه إلى الجريمة، يعني وقع في فلك الجريمة لا يستطيع أن يتراجع عنها. إذن إذا أراد هذا الإنسان أن يبتعد عن هذه الجريمة ولا يرتكبها، فينبغي أن لا يدنو منها، يعني أن لا ينبغي أن لا يقع في الحمى. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم، طيب ولا تقرب، ما هو الحمى؟ ما هي الأمور التي إن فعلها الإنسان يعتبر أنه قد دنا من الزنا، وأن التحذير لم يعد يعني يفيده شيئا؟ ربما قائم من أمور كثيرة كلها الباري حذر منها بهذه الكلمة، كلمة لا تقرب. الاختلاط،
الاختلاط الفاحش التي نعم الاختلاط الذي لا توجد ضمانات وقيود وضوابط شرعية له. هذا واحد من الأمور التي نعم تدخل تحت معنى لا تقربوا. الخلوة بين الرجل والمرأة، والخلوة أن يكون هنالك رجل مع امرأة في مكان مغلق وليس بينهما قرابة ولا رحم، مو أخو أخت، مو أبو ابن وبنت وكذا، لا أجانب نعم، والباب مغلق، هذه خلوة، وهذه الخلوة محرمة لأنه لون من ألوان القرب إلى هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم، هنا نريد أن نبين نقطة فقهية، يعني يمكن الأطباء يهمهم أن يعرفوها وناس آخرون غير الأطباء. لنفرض أن الرجل طبيب موجود في عيادته، دخلت عليه امرأة والباب مغلق، إذن هذه خلوة لا يجوز. متى ترتفع هذه الخلوة؟ عندما يكون مع هذه المرأة امرأة أخرى، في هذه الحالة الخلوة ارتفعت. عادت المسألة إلى الضوابط الأخلاقية التي ينبغي أن يتصف بها هذا الطبيب. فلو أن الممرضة كانت موجودة إلى جانب هذه المرأة انتهى الإشكال. لكن لنفرض أن رجلا دخل مع هذه المرأة، طبعا غير قريب، يعني وجد في هذا المكان رجلان وامرأة غريبة عنهما، هل ارتفعت الخلوة؟ لم ترتفع، بالعكس زادت خطورة. نعم، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وفي كل الأحوال حتى لو ارتفعت الخلوة بوجود امرأة أخرى، ينبغي أن يكون هنالك حماية أخرى معنوية تتمثل في الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها هذا الإنسان، والتي ينبغي أن تتحلى بها هذه المرأة. طيب، كشف العورات، كشف ما أمر الله سبحانه وتعالى المرأة أن تستره من مظاهر القرب من الفاحش. طيب، وما في داعي نفصل القول في العورات ما هي، كلكم تعرفون هذه، يعني المسائل قتلت بحثا وقراءة، وكم ألف في هذا من كتب. وأنا أذكر أنني ألفت قبل أكثر من 30 عاما كتيبا اسمه إلى كل فتاة تؤمن بالله، أوضحت فيه الحدود التي أباح أو رخص الله عز وجل للمرأة أن تكشفه من مظهرها أو كيانها أو جسمها. وهذا الكتيب ولله الحمد سارت به الركبان وطبعت منه مئات الآلاف. نعم، والكلام واضح. أما إذا كان هنالك من يكابر بالمحسوس كما يقولون، فيقولون: ما قرأنا في القرآن آية تأمر بالحجاب، لعل موجود ناس بهذا الشكل. أكيد هؤلاء يعمون أبصارهم وربما يصمون آذانهم أيضا، يعني أكيد يمكن هذا الإنسان يتمنى يكون أعمى حتى ما يشوف الآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن مشروعية الحجاب. نعم، حتى ما يبوب الخجل، وبده كمان يتمنى يكون أصم حتى ما يسمع القارئ وهو يتلو هذه الآيات. بسورة النور الباري عز وجل يأمر النساء بالحجاب، وبسورة الأحزاب أيضا يأمر: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعدين شو يقول؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. شو بدك، شو تريد يحكي عن الحجاب؟ شلون يعني بده يحكي؟
وتمييل الباري عز وجل نعم لا يبدين زينتهن إلا لأبائهن وأبنائهن وأباء بعولتهن أو إلى آخر من أجاز الباري عز وجل أن تبرز المرأة زينتها أمامهم. طيب شو شلون يعني بده يحكي آية كيف يكون النص القرآني على أن الحجاب الذي شرعه الله عز وجل للمرأة يجب عليها أن تنفذه؟ نعم باري أوضح نعم وشرح وليضربن بخمورهن على جيوبهن. كانت المرأة في الجاهلية تكشف صدرها ونحرها وجمة شعرها وبتحط هيك شغلة. نعم فالباري عز وجل لا نعم ينبغي أن يستر هذا كله. الوجه في خلاف وكثير من الفقهاء قالوا حتى الوجه أيضا عورة. والذين اختلفوا لاحظوا اتفقوا على أن المرأة إذا علمت أو غلب على ظنها أن في الرجال من ينظرون إليها بشهوة ظل الخلاف. الكل صار يقول لا إذا لكان في هذه الحالة لازم تغطي وشها كمان. نعم يعني الخلاف إمتى؟ لما ما بتكون المرأة أو الفتاة تعلم أو تظن أن في الرجال من ينظرون إليها نظر المحرم. لأنه لما بينظروا إليها النظر المحرم بيكون سبب المحرم مين؟ هي. فلازم هي ما تكون سبب لارتكابهم المحرم. شلون يعني ما تخليه بسببها يرتكب المحرم؟ كيف؟ بأن تستر ما قد أمر الله سبحانه وتعالى بستره. نعم فكشف العورات لون من ألوان القرب إلى الفاحشة. نعم الخوض في الأحاديث التي تتجاوز حدود اللياقة وحدود الأدب ما بين الشاب والفتاة أيضا نوع من القرب إلى ذلك. نعم رؤية المسلسلات الأفلام الشائنة التي تستثير هذه الرغبات لون من ألوان القرب إلى ذلك. فمظاهر القرب كثيرة والبيان الإلهي جامع في عبارته. ولا تقربوا الزنا. لاحظوا الأعمال والأقوال والتصرفات التي تغري الإنسان بارتكاب هذا المحرم اجتنبوه. شوفوا بقى شو هي. نعم وربما وجدت اليوم وسائل من المبتكرات الحديثة تقرب الإنسان إلى الفاحشة ما كانت موجودة من قبل. ما بيصير الواحد يقول وين النص القرآني على حرمتها؟ النص القرآني موجود ولا تقربوا. هذا يقرب إذن هو من المحرمات. نعم ولا تقربوا الزنا. ثم قال إنه الزنا بقى ضمن رجع للزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة وصف لاسم محذوف يعني كان فعلة فاحشة. كان فعلة فاحشة يعني خارج عن الحد. فحشت الدابة عن الطريق يعني طلعت من الطريق إلى الفلاحة يمينا يسارا. نعم ف الباري عز وجل إنه كان فاحشة يعني هذا العمل خروج عما أمر الله عز وجل بالتزامه وشرود عن الصراط السلوكي الذي يجب على المسلمين أن يضبطوا أنفسهم به. وساء سبيلا ترى هذا السبيل يودي إلى سوء يعني إلى شقاء اجتماعي وبيل. صدق الله صدق الله فعلا. يعني ما وجدت آفة أخطر من الآفة التي تنبعث من هذه الفاحشة نهائيا. وما وجدت أيضا يعني طبعا الآفات كثيرة والأخطار الاجتماعية كثيرة لكن في هنالك جراثيم لأمراض قتالة وفتاكة. ما وجدت جراثيم
تفتك في المجتمع وتغرس فيها الأمراض الفتاكة التي ترعب، مثل تلك الجراثيم التي تنتشر من هذه الفاحشة. وما وجد سبب لتحطيم الأسرة وتبديدها والقضاء عليها مثل الوسيلة التي تفعلها هذه الفاحشة. نعم، هذا كلام لا يختلف فيه اثنان نهائيا، والمجتمعات الغربية أكبر شاهد على ذلك. الأمراض الوبيلة، المجتمع الذي يتحول إلى أنكاف، الأسر التي تم القضاء عليها. أنتم تعلمون أن القضاء تم على الأسر تقريبا وبقي منها أطلال، وتحول الزواج إلى الزواج المثلي، زواج الشاب الشاب الرجل بالرجل، إلى الخلة التي بين الرجل والمرأة. وأما الزواج فقد أصبحت عادة مهجورة. طيب، هذه العادة المهجورة اللي تمت، طيب المجتمعات هل سعدت بذلك؟ كل من ذهب إلى الغرب علم الجواب عن هذا السؤال. الغرب يئن ويكاد يختنق من هذا الوضع الذي زج بالمجتمع الغربي فيه ولا يستطيع أن يتراجع عنه. لكن المجتمع الغربي ماذا يصنع الآن؟ يحاول أن يجر مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلى مثل هذه الآفة، بدافع من الحقد على المجتمعات الإسلامية التي لا تزال تتألق الأسرة فيها، ولسان حالهم يقول علي وعلى أعدائي، ولسان حالهم يقول إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. إذا بدي مجتمعي بده يتحطم حضاريا، والله لح نحطم المجتمعات العربية قبل منا، والله إن فيهم من يقول هذا الكلام فيما بينهم. والجمعيات النسائية بشكل غبي بيتصرفوا، وهم مثال النساء المغفلات. لك يا عم روحوا شوفوا المجتمعات الغربية شو صار فيها. المرأة بسبب حرز الإسلام، بسبب حمى الإسلام، بسبب سياج الإسلام، الآن تتبوأ عرشا من المكانة فقدته المرأة الغربية نهائيا. كنا في هذه الأيام التي غبنا فيها عن هذه البلد المبارك في أوروبا، المرأة تقود عربة القمامة، مو مرة تنتين وثلاثة وعشرة، هي شغلتهم. المرأة تتسكع بالشوارع، المرأة عم تشتغل قائدة تاكسي ولابسة الأفرول وتحمل حقائب السفر وما إلى ذلك. والله إنك لتنظر إلى الواحدة منهن وقد غاب آخر نقطة من الأنوثة فيها نهائيا. الأغبياء عنا شو بيشوفوا؟ بيشوفوا هالكم صورة للممثلات للفنانات للواحد. لا شوفوا النساء في الغرب قديش مبسوطين. لكن انتم عم تطلعوا على غلاف المجتمع، قيموا الغلاف وشوفوا داخل المجتمع شو فيه، شوفوا داخل المجتمع شو فيه. انظروا الى النساء الهاربات من ضرب الازواج، من ضرب الخلان والاصدقاء. بنية لهن ملاجئ من نوع معين، ليست ملاجئ للمسنين والمسنات، لا، ملاجئ للنساء الهاربات من ضرب الصديق والزوج. قال شلون الزوج؟ ليش هتضربها؟ لأنه الزوج ما بده إياها، تبرم بها، وإذا بده يطلقها بده نصف ماله يصير إلها، فما بيطلقها، بيأجرها، والقانون ما بيقدر عليه.
ما طلقها وبهجرها، وهي مسكينة بقى تتميز غيظا، تحاول أنه ترتكب بحقه شيء ويقوم به. طبعا هو الأقوى يضربها. وكم من امرأة ضربت إلى درجة القتل وإلى درجة تحطيم العظام وتشوه من قبل زوج أو من قبل خليل. نعم، تلك هي تلك المجتمعات، نتيجة عدم الانقياد لأمر الله عز وجل. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نتابع إن شاء الله الحديث عن هذه المبادئ التي شرفنا الله بها. شرفنا، أنا والله ما بقول أمرنا، هو أمرنا، لكن لما أمرنا شرفنا بهذا الأمر، لأنه ما أمرنا بها إلا لأنها تسعدنا، إلا لأنها تحمينا عن الشقاء. ومن رأى العبرة في غيره فليعتبر. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك. طهر اللهم قلوبنا مما يشغلنا عنك، طهر اللهم قلوبنا من محبة الأغيار، طهر اللهم قلوبنا من التعلق بسواك يا رب العالمين. وجه قلوبنا جميعا إليك بالحب بالتعظيم بالمهابة يا رب العالمين. اجعل قلوبنا وقفا على حبك، وقفا على تعظيمك، وقفا على مهابتك، يا ذا الجلال والإكرام. إذا رحلنا إليك بعد انقضاء هذا العمر في هذه الدنيا، نسألك اللهم أن تلحقنا بعبادك الصالحين، ونسألك اللهم أن تدخلنا في شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسألك اللهم أن تسقينا جميعا ذكورا وإناثا كبارا وصغارا من يد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. اللهم صلنا بك ولا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح أعمالنا يا رب العالمين. اصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بعظيم افتقارنا إليك، نتقرب إليك بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك يا ذا الجلال والإكرام. نتقرب إليك بآمالنا برحمتك، بحسن ظننا بك يا رب العالمين. لا تخيب آمالنا بك، اسقنا مزيدا من الغيث يا رب العالمين. أكرمتنا تعودنا على إكرامك، لا تقطع عنا إكرامك ربي، لا تقطع عنا إكرامك. اسقنا مزيدا من الغيث يا ذا الجلال والإكرام. مر اللهم سماءك أن تمطر، ومر اللهم ينابيعك أن تتفجر، ومر اللهم الأرض أن تخضر بالنبات والزرع والضرع يا رب الجلال والإكرام. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.